احمد الرحماني، مرحبا بك معنا على موقع دوزام لايف. مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة والحضور معنا على موقع دوزام لايف، ونتمنى لك رمضان مبارك عليك وعلى اسرتك. شكرا اخويا، الله يبارك فيك وعلى جميع الامه الاسلاميه، ونتمنى ان شاء الله عيد مبارك سعيد، حيت راه قريب العيد ما بقاش بزاف. نتمنى ان شاء الله. رحماني، التحقتي في فريق ديال الرجاء، مريتي واحد المرحله ديال الاستعدادات. كيفاش شفت الاستعدادات ديال الفريق ديال الرجاء؟ كيفاش مراتك وانت ضمن ديالهم، ضمن هذه التشكيله اللي تضم مجموعه ديال اللاعبين اليوم عباره عن نجوم؟ أول حاجة، فريق الرجاء غني عن التعريف، يعني فريق كبير، وأي واحد أي لاعب، يعني أي لاعب عنده طموح أنه يلعب في الرجاء، والرجاء فاتوا منه لعابة كبار وداروا منه السمية ولعبوا المنتخب، وأنا توا الطموح ديالي كيمشي في نفس النطاق ديال هذا الناس اللي دازوا فيه. و الاستعدادات مرت في أجواء في المستوى، قمنا باستعدادات في تونس كانت في المستوى، يعني كانت الجدية، كان الانضباط، والحمد لله كما كيشوف الجميع بقينا كنجنيو شيئا ما داكشي اللي زرعناه في الكونسنتراسيون، ودرنا 9 ديال المقابلات، كان خدينا واحد الحصيلة في المستوى يعني باش نقدروا نزيدوا بها لقدام. دابا انتم يعني اجريتوا اليوم اخر مباراة ودية يعني باش نهيتوا الاستعدادات ديالكم، واش تشوف سي رحماني تشوف ان الرجاء دابا مستعد للمنافسات الرسمية؟ ايوا كما كيشوف الجميع الحمد لله، راه الرجاء مستعد، راه وصلت لواحد النقطه انها تدخل الغمار ديال البطوله الوطنيه او كاس العرش. الحمد لله قمنا بمقابلات في المستوى وجميع اللاعبين في المستوى، ولا جسماني كما نقول، لا فيزيكمون ولا تاكتيكمون، الدراري كاملين هضموا داك الخطه اللي كيديرها المدرب، ونتمنى من الله نكون عند حسن ظن الجمهور الرجاوي اللي كيتسنى من هذه الفرقه كثير، حيت هذه الفرقه جمعت مجموعه ديال اللاعبين في المستوى. نتمنى من الله اننا تكون عندنا واحد المسيره يعني في المستوى باش نحققوا البطوله ان شاء الله اللي كيطمحوا لها جميع الرجاويين. سي فخير ولا سي بودريقه، بجوج عندهم واحد الرهان كبير بعد اللاعبين اللي كاينين في الفريق ديال الرجاء انهم يفوزوا بالبطوله ويدوا حتى كاس العرش. كيفاش تشوف انت هذا الرهان الكبير اللي غادي يكون يكون واحد عنده واحد الوزن كبير على اللاعبين اول متقيل حاجه عليهم؟ اول حاجه اخويا، كاين في البطوله الوطنيه قسم المحترفين كاين 16 فريق، هذوك 16 فريق كلهم في اول نهار غادي يطمحوا انهم ياخذوا البطوله، يعني البطوله راه حق مشروع لجميع الفرق اللي كتشارك في البطوله الوطنيه. بالنسبه للاستحقاقات ديالنا، انا ماشي نهضر لك على الفرق الاخرين، نهضر على راسنا. بالنسبه للاستحقاقات ديالنا، وهي اول حاجه تراسي وهي الفوز بالبطوله الوطنيه ان شاء الله، حيث ان شاء الله الفوز بالبطوله تكون استحقاقات اخرى غادي ندخلوا في الغمار ديالها ككاس العالم للانديه كما كيعرف الجميع اللي تكون. وبالنسبه للسيد الرئيس والسيد المدرب، يعني رسموا خطه انهم هذا العام غادي تكون واحد الرجاء في المستوى ان شاء الله، كما شفت اخويا وشافوا جميع الناس انه جاب انتدابات في المستوى وجمع واحد الفريق مزيان اللي راه حقق انسجام واحد النسبه تاع 80%، ان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو هذا العام. يعني دابا انت دخلتي مع الفريق ديال الرجاء، المتشبعين اللي تابعوك في المباراه الوديه وفي خلال التدريب انا لاحظوا ان فاخر بيعتمد عليك بشكل كبير، شنو هو السر ديال الالتفاته الكبيره ديال فاخر لك؟ عادي، ما كاينش شي حاجه، يعني الانسان اللي كيخدم الله سبحانه وتعالى كيجازيه، وراه باقي اصلا لحد الان راه ما كاينش شي حاجه اللي رسميه، ما كاينش اصلا فريق الرجاء ما كاينش واحد اساسي واحد احتياطي، كلهم لاعبين اللي كيهزوا التوني ديال الرجاء كلهم يعني غادي يدخلوا الغمار في الغمار ديال البطوله. بالنسبه للمقابلات اللي لعبتها ولا لعبوها الدراري، يعني عادي تبقى مقابلات باش نشوفوا فين واصلين الجاهزيه ديالنا، يعني باش يشوف المدرب السي فاخر باش يشوف فين واصلين هاد اللعابه، من بعد هو في الاستحقاقات المقدمه غادي هو يشوف اللعابه اللي اجهز فيزيكمون ولا تاكتيكمون ولا تكنيكمون باش انهم ياخذوا غمار المقابلات المقبله. انت تعتبر انت ضيف عندنا في مدينه الدار البيضاء، كيفاش شتي علاقتك مع اللاعبين مع الاطر فرق الرجاء، كيفاش داير لك العلاقه بها؟ اول حاجه بنادم مثلا انا وجدي جيت من المدينه، يعني ماشي ولد الدار البيضاء، ولكن الحمد لله المغاربه معروفين عليهم للكرم ديالهم لحسن الاستقبال،
الحمد لله الاجواء في المستوى وجميع اللاعبين يعني كتربطنا بهم علاقات يعني مزيانه، والحمد لله يعني احسن حاجه انك تتمنى انك تكون في الظروف اللي فيها هي اللي فيها حاليا انا، والحمد لله يعني لا لاعبين ولا مكتب مسير ولا مدرب ولا اطر تقنيه اللي معانا في الرجاء كلهم كيقومون بالعمل ديالهم على اكمل وجه باش كما نقولوا يحمروا وجه الفرقه. شي كلمة أخيرة، شي رسالة للجمهور؟ رسالة واحدة للجمهور تاع الرجاء البيضاوي، نتمنى أننا نكونوا عند حسن الظن ديالهم ونحققوا داك الشيء اللي كيطمحوا له هما ويطمحوا له جميع الرجاويين المتتبعين، كاين اللي في المغرب كاين اللي برا على المغرب، هذا حمل ثقيل على ظهرنا وحنا إن شاء الله غادي نكونوا ضد المسؤولية ولا لا يحشمنا. تنشكروك كنتي شكرا معنا على موقع خويا، دوزام لايف. وكنشكر هذا الموقع ديالكم اللي استضافني وشكرا بزاف.